السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم إن شاء الله في المحاضرة بتاعت النهاردة عن السواجر أو الويب سيرفيس دوكيومنتيشن. طبعا أنت عملت مثلا ويب سيرفيس زي كده، بتجيت الداتا أو بتريتريف الداتا، المفروض تعمل دوكيومنتيشن للويب سيرفيس دي. يعني مثلا الويب سيرفيس دي بتاخد بارامتر إيه بالظبط، بترجع بارامترز إيه، أو بترجع الريتيرن الأوبجكت بتاعها عبارة عن إيه. طبعا لو في مثلا ويب سيرفيس بتعمل بوست، فانت محتاج تقول له ايه شكل الاوبجكت اللي هو اللي انت هتبعته او تبعته للايه للويب سيرفيس دي او لليو ار ال عشان يرد عليك. لو الويب سيرفيس دي valid او هو عمل خلاص انسيرت في الداتابيز، فانت محتاج برضو ترجع له ريسبونس ان هو يقول له ان الاوبجكت ده valid او not valid. طيب، فمن هنا في حاجة اسمها سواجر، وسواجر دي عبارة عن تول انتجريتد طبعا مع السبرينج بوت وسبرينج عموما. تقدر من خلالها تكسبوز الويب سيرفيس بتاعتك على شكل دوكيومنتيشن بالشكل ده. هنا مثلا بيقول لك انت عندك 2 كنترولر، كل كنترولر فيه مجموعة من الاوبريشنز، فيه مثلا ديليت مثلا ديبارتمنت وجيت ديبارتمنتس وبوست وبوت وجيت على حسب الاوبريشنز اللي ايه اللي موجوده عندك. هنتعرف مع بعض ان شاء الله في المحاضره بتاعت النهارده ازاي بقى نضيف السواجر ده جوه البروجكت عندنا، وازاي نهندل او نديله دوكيومنتيشن كده، يعني نرجع له الايه زي ديسكريبشن او دوكيومنتيشن كده على الكنترولر مثلا او الاوبريشنز الايه اللي راجع عندنا. طيب، هنيجي للبروجكت بتاعنا. طيب، انا رجعت الايه البروجكت بالشكل ده. طبعا كنا شغالين المحاضرات اللي فاتت على ماي باتس وكده، فانا رجعت بس ايه البروجكت للجي بي اي وهندلت الايه البروجكت عندي بالشكل ده، كملت الايه كملت الداتا. طيب، هنقفل ده. اول حاجه بنعملها عشان نضيف السواجر او الديبندنس بتاعت السواجر عندي، بدخل على البوم. اول حاجه طبعا بنعملها بنضيف الديبندنس بتاعت الايه السواجر، وهي بالشكل ده. اول حاجه بضيف السواجر، سواجر هنضيف هنا السواجر 2 والفيرجن بتاعه ده المافن بتاعه او الديبندنسي، وبضيف السواجر يو اي اللي هو انا كنت ايه فاتحه من شويه اللي هو ده السواجر يو اي عشان يظهر لي السواجر او الدوكيومنتيشن بالشكل ده. طيب، فانا عندي 2 ديبندنسي بس بضيفهم اللي هو السواجر 2 تمام والسواجر يو اي. طيب، بعد ما اضيف الديبندنسي بالشكل ده بكريت كلاس عادي. جيت هنا كريت كلاس سميته سواجر كونفيجريشن. سواجر كونفيجريشن ده كل الموضوع ان انا بقول له بضيف له بس انوتيشن ان هو بي انيبل سواجر 2 تمام، وبي انيبل الايه الكونفيجريشن ان هو ده عباره عن كلاس كونفيجريشن تمام، وبقول له انيبل الايه سواجر. طيب، دي اول حاجه. تاني حاجه هنا بانجكت بين او بضيف بين عندي اللي هي الايه دوكت تمام. طبعا بديها ايه اي اسم الكلاس ده او البين دي، ده عباره عن ايه عن كلاس وبعمل باخد منه بينه تمام. في الكلاس ده بس بديله الايه الكونفيجريشن وبديله الميثود او الباكج البيز باكج اللي هيسكان من خلالها. انا عندي البيز باكج هنا كوم دوت اتش ار تمام، فبديله الايه البيز باكج. البيز باكج اللي هي تابعه طبعا جواها الايه الكلاس بتاع سبرينج بوت اللي هو ده اللي هو فيه المين ميثود تمام، وهو بيرن فيه الايه السبرينج بوت بروجكت. طيب، هنا بديله الايه البيز باكج تمام، وبديله الميثود بتاعت الانفو اللي هي انا عاملها ايه تحت بالشكل ده. طبعا انت بتاخد الايه الكلاس ده وتعدل فيه زي ما انت ايه زي ما انت محتاج. بقول له بس هنا ايه الانفو مثلا بتاعتي البروجكت ده عباره عن مثلا عن بروجكت اتش ار ريست اي بي ايز مثلا. بديله بس ديسكريبشن كده وبديله بقى الايه بقول له الكونتاكتس مثلا لو عايز تكونتاكت مع الديفلوبر، وبديله الايميل وهكذا على حسب الايه
documentation اللي هي بتظهر معايا. طيب بتظهر معاك ايه بالشكل ده documentation، تمام، والكونتاكتس بتاعتك بتظهر هنا، عشان طبعا لو في مشكلة في حاجة او كده يقدر ان هو ايه يرجع. طيب ده بالنسبة للconfigurations بتاعت الايه السواجر. مجرد بس ما بضيف الديبندنسي اول حاجة، تاني حاجة بس بضيف الكلاس بتاع الكونفيجريشن وبقول له ينيبل السواجر سواجر، وبضيف الكونفيجريشن ميثودز بالشكل ده، خلاص بعمل ريستارت ورن، بيبدأ يظهر معايا الايه الدوكيومنتيشن بالشكل ده، تمام. طيب هو يعني اوتوماتيك عمل اسكان للكلاسز اللي موجوده عندي، تمام، لقى ان في اتنين كنترولر، فظهر لي الاتنين كنترولر ايه بالشكل ده والميثودز اللي جوه الايه اللي جوه الكنترولر. طيب انا لو عايز اوفر رايد الكنترولر بالشكل ده، مثلا عندي الامبلويي، لو جيت كده بمجرد ما بضيف السواجر فبقدر اقول له at ABI، تمام، فبيظهر لي كذا حاجه من تحت الايه من تحت السواجر at ABI، ودي دي بتبقى الكلاس بتاع الكنترولر، تقدر تضيف له ديسكريبشن او تدي له نيم او كده. في at ABI للريسبونس اللي راجع عندك، at ABI مثلا للموديل، وهكذا. دي مجموعة annotations تبع السواجر، تقدر تو override الايه تو override الريسبونس اللي راجع عندك. فانا جيت هنا قلت له at ABI الفاليو بتاعته employee، يعني اسم الفاليو بتاعته employee، تمام، والديسكريبشن اديته ديسكريبشن كده، قلت له مثلا operation for employee service، ودي اللي ظاهره في الدوكيومنتيشن بالشكل ده، تمام. بديله اي دوكيومنتيشن كده بحيث ان هو ايه او تايتل للكنترولر بحيث ان هو يقدر يفهم الويب سيرفيس دي بتعمل ايه او الكنترولر ده بيعمل ايه. طبعا في حاجات تانية زي البيس باس والكونسيومر والبوزيشن والبروديوسر وهكذا، تقدر ايه تديها فاليوز. في حاجات مثلا ممكن تقول له هيدن ده بتاخد ترو او فولس او كده. طيب ده بالنسبة للكلاس بتاع الايه بتاع الكنترولر. الميثودز او الاوبريشنز تقدر برضو تعمل تديها ديسكريبشن بالشكل ده، فبقول له ات اي بي اي اوبريشن، وبديها الفاليو بقول له ده مثلا عبارة عن لسته اوف افيلابل امبلويز، تمام. ده الدوكيومنتيشن اللي ظاهر برضو على الجيت. انا جيت هنا على الاوبريشن بتاعت الجيت، الميثود بتاعت الجيت او الجيت مابنج دي، وقلت له ان ده عباره عن اديته دوكيومنتيشن بالشكل ده، وقلت له الريسبونس بتاعك عباره عن امبلويي، فهو جه هنا اداها الدوكيومنتيشن قال له ده عباره عن فيو اوف افيلابل امبلويز، ولو فتحت كده بيقول له الريسبونس بتاعك عباره عن الايه عن الشكل ده اللي هو الامبلويز، ومديله ايه مديله اكزامبل، تمام. طيب تاني حاجه، في حاجه برضو تقدر في السواجر او الدوكيومنتيشن بتاع السواجر تقدر تقول له بقى الايه الريسبونس، وتقول له ات ريسبونسز، وتقول له الريسبونس بتاعك مثلا لو كان الكود بتاعه 200، تمام، فبيظهر المسج بالايه هيظهر لك المسج بالشكل ده، ولو الكود مثلا بتاعك 401 في مثلا مشكله في الاوثورايزد، وتقدر تهندل يعني تقدر تهندل المسج الايه اللي راجعه من الريسبونس بتاعك، او تدي له دوكيومنتيشن كده معبر بحيث ان هو يبقى ايه يبقى عارف مثلا لو ظهر له ايرور 401 يبقى عارف ان في المشكله مثلا في السكيورتي، لو حصل مثلا مشكله 404 في مشكله مثلا في السكيورتي او مش قادر ياكسس الايه السيرفر او كده، تمام. ده بالنسبه للايه للريسبونسز. طيب ممكن برضو من السواجر تقدر تهندل الموديل بقى بتاعك نفسه، يعني ممكن تيجي مثلا على الكلاس بتاع الامبلويي تقول له ان البروبرتي دي مثلا، تمام، تقدر تديها دوكيومنتيشن او تقدر
تديها ديسكريبشن بالشكل ده، تقول له مثلا ده، تقول له ات اي بي اي موديل بروبرتي، وتقول له مثلا النوتس ده عباره عن داتابيز جنريتد مثلا برودكت اي دي او امبلوي اي دي. تمام. تقدر مثلا برضه في مثلا الفيرست نيم تقول له ده عباره عن الفيرست نيم اوف امبلوي، تدي له بس ديسكريبشن كده، تقول له ان مثلا ده ريكوايرد فيلد او كده. تمام. فزي ما قلنا ان في مجموعه من ال هو السواجر ده بيديك مجموعه من ال اي بي ايز ان انت تقدر تتعامل بيها من خلال الايه، تقدر مثلا تدي ديسكريبشن للبروبرتي، تقدر تدي ديسكريبشن ل الاوبريشن اللي موجوده عندك او الميثود اللي موجوده عندك سواء كان جيت او بوست او ديليت، وتقدر تدي ديسكريبشن برضو للايه، للكنترولر نفسه. ده بالنسبه للسواجر. نسالكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.